للشباب الراغبين في العمل. افتتح مركز الاتصال إرمانوس أش إن كول فرعا جديدا في الفنيدق بمواصفات عالية. الحمد لله كنخدموا في واحد لامبيونتي فاميليال. بالنسبه للكونديسيون السالير الحمد لله الشركه كتعمل مجهودات باش تحفز العامل. صوفيا رودريغيز ترابخو ان ارمانوس اتش ان سنترو دي ياماداس ان تيتوان بويس كون لا اكسبيرينسيا دي نوسترو جيفي ا كونسيغو تامبيان ابرير ان نوفو سنترو ياماداس ارمانوس اتش ان 2 كي ستان ان كاستيهوس. شركه ارمانوس اتش ان كول لديها فرع في تيتوان والفنيدق، ولديها شراكة عمل مع شركة فودافون العالمية، وتفتح أبواب العمل في وجه الشباب مع منحهم جميع حقوقهم القانونية، إضافة إلى استفادتهم من الضمان الاجتماعي. دخلنا صراحة في الأول أن نحن ما كنعرفوا والو، تلاقينا مع ناس بروفيسيونيل، تلاقينا مع السوبرفيزور، تلاقينا مع يعني الخفي ديالنا الكبير صراحة هو اللي عاوننا، علما أنا لما كنتش عندنا شي اكسبيرونس ليا قبل. دخلنا جبرنا واحد الجو اللي هو مزيان، جبرنا الناس كيتعاونوا مع بعضهم، كذلك حنا ملي تعلمنا شويه بشويه عاود رجع عندك يجي شي واحد جديد عندنا صراحه كنعاونوك. ويشترط في الراغبين في العمل داخل الشركه ان يتقنوا اللغه الاسبانيه وان يحترموا القوانين المنصوص عليها داخل العمل، اضافه الى التحلي بروح الفريق. Como ya vemos aquí la verdad que es un muy buen trabajo y la verdad nos ayudamos como hermanos, los coordinadores nos ayudan y la verdad que estamos muy contentos. محمد بقالي طاف شركه ارمانوس ساتين تيتوان فنيدق. كنرحبوا بقناه تيتوان معنا اليوم في الشركه ديالنا، وكنرحبوا بالشباب الراغبين في العمل معنا، مرحبا بكم، ابواب مفتوحه. ويبتدي راتب المستخدمين في الشركه ب 4200 درهم مع حوافز ماليه قد تصل الى 20000 درهم. يشرفني حضور قناة تطوان في تغطيه هذا الافتتاح لفرعنا الجديد بمدينه الفنيدق. معكم رضا السمراني المدير التنفيذي لشركه ارمانوس اتش ان المتعلقه بقطاع الاتصالات التي عرفت نجاحا باهرا على صعيد مدينه تطوان، وذلك بفضل المستخدمين والمدير العام للشركه السيد نور الدين الحماري. معكم نور الدين الحماري صاحب ومدير عام شركه ارمانوس اتش ان فنيدق وتطوان. كنرحبوا بقناه تطوان معنا اليوم. دائما الشغل الشاغل ديالنا هو بتوفير مناصب الشغل لشبان مدينة تطوان والفنيدق، وما نساوش بطبيعة الحال الشكر للسلطات المحلية اللي عاونتنا ودعمتنا باش نفتحوا هذا البروجي ديالنا الحمد لله. وكنرحبوا بالشباب مدينة تطوان والفنيدق في خوض بتجربة جميلة وجد مفيدة في عالم التليكومينيكاسيون. شكرا ومرحبا بكم ارمانوس اتش ان. مرحبا بجميع الراغبين في العمل داخل شركة ارمانوس اتش ان كول. أبوابنا مفتوحة في تطوان والفنيدق.